بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا بحب أشترك وياكم في هذه المناسبة المفرحة، مناسبة مرور 50 سنة على صيامة أبونا الحبيب أبونا موسى سليمان في خدمته في رعايته، واحتفلنا باليوبيل الذهبي لكهنوته. أبونا موسى سليمان من الآباء الأحباء، من الآباء اللي تعبوا كتير، سواء من اسكندرية لغاية استراليا لغاية بعض الدول الأخرى اللي خدم فيها، ومنذ استقراره هناك في الخدمة بعد أن دعا البابا شنودة عشان يخدم في سيدني. أبونا موسى شخصية محبة وله تلاميذ كتير، وطبعا هو دلوقتي بيعتبر شيخ كهنة استراليا بخدمته الطويلة ومحبته الكبيرة ورعايته اللي شملت مئات وألاف من الأسر والأفراد في استراليا كلها وخارج استراليا كمان. أنا سعيد إن أنا أبارك وأشترك وياكم وأفرح معاكم، وبنصلي لك يا أبونا موسى ربنا يديك الصحة ويديك بركة العمر الطويل، وتخدم كمان وكمان وتعيش وتعمر وتشيد كنايس وتكرس نفوس وتخدم أعداد كبيرة من الأحباء ومن الأسر القبطية اللي موجودة في استراليا. كل سنة وانت طيب، وعبال اليوبيل الماسي واليوبيل المئوي ربنا يديك الصحة. وطبعا احنا بوجه كمان المحبة لأسرة أبونا كلهم، وبوجه المحبة لأبنائه ولإخوته الكهنة في هذه الكنيسة وفي كنائس سيدني، وأيضا لنيافة أنبا دانييل أسقف الإبرشية. ربنا يبارك خدمتكم ويبارك تعبكم ويبارك محبتكم ويحفظكم دايما بكل خير. ربنا معكم.